تمكن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة من الحفاظ على سيادة الدولة على جزر البحرين وشبه جزيرة قطر، بالرغم من الأطماع الإقليمية طيلة فترة حكمه الممتد بين عامي 1795-1821 ميلادية، بل ونجح في توطيد العلاقات بين بريطانيا حيث انضم لمعاهدة السلام العامة عام 1820. أما عن شبه جزيرة قطر، فقرر الشيخ سلمان تعيين ممثلاً من قبله عليها يدعى أبو حسان بحسب ما أفاد به المؤرخ محمد التاجر، وكان يلقب بالأمير بحسب مصطلحات تلك المرحلة. ذكر المؤرخ محمد التاجر أن الأمير أبو حسان كان مقر إقامته في الحويلة من شبه جزيرة قطر، فقد نما إلى علم الأمير وصول أسطول المعتدين ومن معهم من عساكر، واكتشف بأن عدد المقاتلين الذين معه لا يكفي في صد التمرد، فأرسل إلى جزر البحرين يخبر الحاكم الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة بذلك ويطلب نجدتهم، فأنجدوه بعدد من الرجال المشهورين في الحرب والنزال والذين تم نقلهم بأسطول الدولة الحربية بقيادة سفينتهم الطويلة. فالتقى الجمعان بالقرب من الخوير مقابل خكيكرة بشبه جزيرة قطر، وقد نجح جنود الدولة في صد التمرد وانتصروا في المعركة وأوقعوا خسائر فادحة بالمعتدين الذين ولوا الأدبار، وسميت المعركة بموقعة خكيكرة، والتي شهدت وفاة الأمير أبي حسان رحمه الله دفاعا عن موطنه، وكان ذلك في عام 1811 ميلادية. وبعد وفاة الأمير أبو حسان تم تعيين شيخ البعينين ممثلا للدولة الخليفية في البدع. اعتنت الدولة الخليفية بتطوير الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، حيث أصبحت للبدع مكانة مرموقة في شبه جزيرة قطر بعد الزبارة. وعلى ذات الصعيد اهتم حكام البلاد بتعمير المحرق التي أصبحت العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين بعد الزبارة والرفاع. ويذكر لورمير بأنه في يناير سنة 1823 قام الملازم ماك لويد المقيم البريطاني في الخليج العربي بزيارة الدوحة، وكانت تسمى البدع أثناء جولته على طول الساحل العربي، ووجد أن هذا المكان الذي كان يعترف بتبعيته للبحرين وخاضعا من ثم لمعاهدة السلم الشاملة لسنة 1820، وكانت تحت إدارة شيخ البعينين الذي تم تنصيبه من قبل الحاكم بعد وفاة الأمير أبو حسان. وفي عام 1835 ذكرت التقارير البريطانية ما يلي: دخلت شبه جزيرة قطر من حيث هي تابعة للبحرين دائرة الهدنة البحرية التي عقدت سنة 1835. لما تولى الحكم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عام 1843، جعل أخاه الشيخ علي رئيساً لشؤون الحرب البرية والبحرية، وأمر وزيره عيسى بن طريف على جزيرة سترة. ولما أظهر الأخير رغبته في تولي ولاية شبه جزيرة قطر، عرض الأمر على الشيخ محمد فولاه عليها أميرا، وكان مقره الدوحة نزولا عند رغبة أخيه الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. يقول المؤرخ محمد التاجر بأنه بعد وفاة عيسى بن طريف قام الشيخ محمد بتعيين ابن عمه الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أميرا على شبه جزيرة قطر، وجعل مقر إقامته في البدع، وكان ذلك في عام 1848 ميلادية. ويؤكد لورمير هذا الأمر في كتابه دليل الخليج، حيث قال في سياق حديثه عن آلية إدارة الدولة الخليفية لشؤون شبه جزيرة قطر بعد نقل مقر حكمهم لجزر البحرين ما نصه:
في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي أصبح لهم من أفراد أسرتهم ممثل سياسي جعل إقامته في البدع وهي الدوحة حاليا. وهذا الأمر دفع إلى إنشاء قلعة البدع حوالي 1850 ميلادية، والتي أصبحت مقرا للممثل السياسي للحاكم. وفي ذات السياق قام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس شؤون الحرب بعدد من الإجراءات السيادية، ومنها قيامه ببناء حصن دفاعي في الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر، وتحديدا بمنطقة دوحة أم الماء التي تبعد 12 ميلا عن رأس عشيرج القريبة من الزبارة. وفي العقد الأخير من عهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، أصبح للوكرة مكانة كبيرة في شبه جزيرة قطر، حيث وصفها النبهاني في تحفته بقصبة قطر، فأصبحت قلعة الوكرة مقرا لممثل الحاكم في شبه جزيرة قطر بعد أن كانت البدع مقرا لإمارته. ويقول النبهاني بأن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان يتحصن في قلعة الوكرة.